مش عارفة حسن، مش عارفة. الريكوردينج اشتغل تمام، شكرا يا ضب، اتفضل. لا قفلت الريكوردينج فعلا، كنت قافله المايك وعملت ريكوردينج. اوكي تمام. ريم حضرتك موافقه على الريكوردينج صح؟ طبعا. طبعا تمام، ميرسي لحضرتك. العفو على ايه، اهلا وسهلا. احنا المره اللي فاتت ان حضرتك تكتبوا يعني تقدموا نفسيكوا في الشات، وفي نفس الوقت دكتوره ريم مطلوب من حضرتك تعلي صوتك شويه. ميرسي لحضرتك. علي صوتي اكتر، هل كده، هل كده واضح صوتي؟ طيب اوكي، انا ماسكه المايك بقى. طيب اوكي. المره اللي فاتت احنا اخذنا اداتين من ادوات التواصل والتعلم عن بعد، كانت تي تيتش زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، وبادلت. قلنا ان بادلت ده كان حائط الكتروني، وتي تيتش دي منصه تعليميه بالظبط زي لها نفس الاستخدامات بتاعت جوجل كلاس روم وموديل. النهاردة هنستكمل منصة أخرى من منصات التعلم عن بعد أو إدارة التعلم عن بعد اللي هي إدمودو، وحننتهي بأداة تانية لتقييم الطلبة، لأن طبعا خصوصا في نظام التعلم عن بعد مهم قوي قوي إن إحنا نقيم الطلبة ونعرف هل هم فهموا مننا، هل هم فهموا الدرس اللي احنا قلناه، لان طبعا مش موجودين معانا وجها لوجه. فطبعا يهمنا جدا جدا ان احنا برضو نعرف اذا كانوا فعلا وصلت لهم المعلومة او لا. فهنبتدي بإدمودو. إدمودو دي زي ما قلنا دايما ببتدي العرض بتاعي بان انا بعرف بالأداة دي عبارة عن ايه، وبعدين بقول ايه الهدف من استخدام الأداة دي، وبعدين بنشوف مع بعض كيفية استخدام الأداة. يعني أنا بعمل سكرين شوت الأول لخطوة خطوة من استخدام الأداة، وبعدين ببتدي أطبق عملي. فبكده زي ما قلت المرة اللي فاتت، يبقى حضراتكم عندكم مرتين شفتوا فيها كيفية استخدام الأداة علشان الخطوات تثبت يعني عند حضراتكم لو في أي أسئلة. طيب هنبتدي نعرف الأداة بتاعتنا ونقول إدمودو، حتى لو إحنا شايفين كده شكلها لطيف جدا للطلبة، وش كده بعينين وشخص بيضحك، فهي فريندلي جدا كإنترفيس. طيب هي عبارة عن إيه؟ هنعرفها. أولا هي تطبيق مجاني، وده من مميزات الأدوات اللي إحنا بنستخدمها في التعلم عن بعد، واللي بتسمى أدوات الجيل الثاني للإنترنت زي ما قلت المرة اللي فاتت. فطبعا هو تطبيق مجاني بينتمي لأدوات الجيل الثاني من الإنترنت، يعني مجاني يقدر ينزل على من غير ما ياخد مساحة. بيتميز بأنه طبعا أي أداة من أدوات الجيل الثاني بتتميز بأنها طبعا تشاركية وتفاعلية. يعني إيه؟ يعني الطالب والمعلم يقدروا يتواصلوا عليه ويقدروا يتشاركوا بمعلومات، يحطوا عليه فيديوهات، يحطوا دوكيمنت، يعني بيبقى فيه انتر اكشن طبعا وتفاعل ما بين الاستاذ وما بين المعلم. طيب إدمودو ايه كمان؟ إدمودو هي نظام من انظمه اداره العمليه التعليميه والتعلميه اللي هي الال ام اس او ليرنينج مانجمنت سيستم، زي ما قلنا على مودل، وزي ما قلنا على تيتش، وزي ما قلنا برضو على بادلت. بتسمح طبعا بالتواصل المتزامن والغير متزامن. يعني ايه؟ يعني ينفع ان انا اتواصل مع الطلبه في نفس الوقت عليها واكتب لهم حاجات واستقبل التعليقات بتاعتهم، وينفع ان انا اسيب للطلبه حاجات برضو عليها زي ما بنسيب على جوجل كلاس روم، وتبقى دي غير متزامنه. يعني الطلبه تقدر ترجع لها في اي وقت، وطبعا تشوف الحاجات اللي موجوده عليها، وبعدين تسيب لنا احنا اسئله او لو في اي حاجه هي مش واضحه بالنسبه لنا. طبعا إدمودو برضو زي جوجل كلاس روم بتسمح لنا ان احنا نعمل اختبارات عليها، ودي حاجه كويسه جدا في وقتنا الحالي ان احنا نقدر نعمل كويز. يعني الكويز اوريدي موجود من جوه إدمودو زي ما موجود جوه جوجل كلاس روم، واقدر طبعا اعرف بالظبط كل حاجه الطالب عملها، واقدر اقيمه طبعا واتابعه عن بعد. فاذا ده التعريف بالاداه. طيب الهدف بقى من استخدامه، انا بستخدمه ليه؟ زي أي أداة من أدوات التعلم أو التواصل عن بعد بستخدمها طبعاً علشان كبيئة يعني آمنة تقدر تسمح لي بأن أنا أتواصل مع الطالب، وكمان أحط له محتوى تعليمي وأتبادل معاه محتوى هو عمله وأتناقش معاه،
برضو أقيمه. فطبعاً إحنا بما إن إحنا دلوقتي الصف مش موجود، فبالتالي لازم ندور على صف افتراضي. فطبعاً إدمودو أو جوجل كلاس روم أو تيتيتش أو مودل، كل دول من طبعاً الصفوف الافتراضية اللي بتسمح لنا بالتواصل مع. طيب لما إحنا نقول كمان على إدمودو، حاجة حلوة جداً فيها هدف من استخدامها، وهو إن إحنا ممكن في إدمودو نطبق مفهوم الصف المعكوس أو flipped classroom. يعني إيه الصف المعكوس سريعاً؟ طبعاً مش هدخل في تفاصيل لأن دي بتحتاج ورشة لوحدها. هو صف معكوس، مش معكوس يعني مقلوب الولاد قاعدين فوق وإحنا قاعدين تحت والعكس زي ما دايماً بنضحك ونقول، لا، صف معكوس يعني الأدوار بتنقلب بتتغير. الأستاذ بيبقى أو المعلم بيبقى موجه، بيبقى ميسر، لكن مش بيبقى هو الوحيد اللي معاه العلم، لا. والطالب هنا هو اللي عليه العامل الأكبر في الأداء وفي الأنشطة. يعني كأن المعلم زي ما بنحمل بالضبط دلوقتي، يعني إيه سياسة الفليبت كلاس روم أو فلسفة الفليبت كلاس روم؟ إن إحنا بنحط للطالب الحاجات على صف افتراضي زي جوجل كلاس روم زي إدمودو، وبعدين بنخصص وقت الصف الحقيقي طبعاً لتطبيق عن طريق أنشطة للحاجات اللي هو المفروض إنه فهمها لوحده. يعني إحنا بنحط له الكونتنت أو جزء من الكونتنت، وبعدين ده هو بيشوفه وبيحاول يفهمه لوحده وهو في البيت. ولما بيجي الفصل بنبتدي نطبق نعمل أنشطة عشان نقيس مدى استيعابه ومدى فهمه لما تم وضعه. فإدمودو زي جوجل كلاس روم زي تيتيتش زي مودل، كل دول بتسمح بتطبيق استراتيجية الصف المعكوس. طيب نشوف بقى دلوقتي كمان بنستخدمها ازاي إدمودو. احنا هنشوف زي ما قلت لحضراتكم خطوة خطوة كده علشان بعد كده نطبق عملي مع بعض. طيب بنستخدمها ازاي؟ اول حاجة بنستخدمها في إدمودو او ازاي بنخش على إدمودو، زي ما شفنا المرة اللي فاتت ان احنا بنكتب في الجوجل سيرش كلمة إدمودو زي ما انا مورية لحضراتكم هنا، زي ما انا كاتبة على جوجل سيرش إدمودو، وبتظهر لي اول لينك إدمودو.com. فاذا اول ما ابتدي احب اخش على المنصة دي بكتب على جوجل سيرش وبعمل كليك على اول رابط بيظهر لي اللي هو إدمودو.com. اول ما بخش عليه شايفين الانترفيس دي او الواجهة دي او صفحة الاستقبال دي فرنساوي. طبعا لو انا نزلت بإدمودو لتحت شوية او بالصفحة دي شوية، انا بستخدمها بالفرنساوي علشان مع الطلبة بتاعتي، لكن مش معنى كده ان ما فيش اي حد تاني يقدر يستخدمها بلغات اخرى، لا. لو نزلنا شوية في الصفحة لتحت هنلاقي انا معلمة لحضراتكم هنا على اللغات، طبعا مكتوب هنا فرنسي. أول ما بعمل كليك على السهم اللي نازل من تحت ده بيفتح لي قائمة من اللغات اللي بتسمح لي إن أنا أختار الانترفيس بتاعتي أنا عايزة أخليها بأنهي لغة. وبالتالي أهو أنا اخترت الإنجليش وظهرت دلوقتي قدامي الانترفيس دي اللي هي متغيرة للإنجليش، دي بتظهر للناس كلها. وزي ما حضراتكم شايفين برضو على الشاشة أنا معلمة هنا بالأحمر عاملة كادر على الكي وورد اللي في الشاشة اللي بتظهر لأي حد. عندنا زرارين log in و sign up، وعندنا تحت get started as teacher student ولا parent. يعني إذا أول ما بخش على اللينك بتاع إدمودو بتفتح لي الصفحة دي، بختار لغة الصفحة وبعدين ببتدي أسجل على الصفحة online. لما بسجل لأول مرة زي ما قلنا المرة اللي فاتت بعمل sign up. يعني إيه sign up؟ sign up يعني تسجيل لأول مرة. بعد كده كل ما بخش ما بيبقى عندي حساب على اي اداه من الادوات دي بدوس بعد كده على لوج ان وبتوصلني اوتوماتيكلي على حسابي في الاداه دي. فانا هدوس مع حضراتكم على ساين اب علشان كاننا بنعمل اكاونت حساب تسجيل لاول مره على الاداه دي. واول ما بدوس على ساين اب بيظهر لي تاني فوق زي ما ظهر تحت I'm a teacher I'm a student, I'm a parent. لأن طبعاً من ميزة الإدمودو برضو إن البيرنت ممكن يخش عليها ويتابع ولاده بيعملوا إيه. فطبعاً هنا كل واحد هيختار
الوظيفة اللي هو بيعملها. يعني لو أنا مدرس حقول حدوث هنا على I'm a teacher، لو أنا طالب حقول I'm a student، ولو أنا ولي أمر حقول I'm a parent. دي أول حاجة خالص لما بدوس على sign up. بعد ما بحدد أنا مين، بينقلني على صفحة تانية تظهر للناس كلها برضو. هنلاقي هما بيطلبوا مننا انتوا عايزين تسجلوا على إدمودو باستخدام أي حساب. هل كل مرة لما هتحبوا تخشوا هتحبوا تكتبوا الإيميل بتاعكم والباسورد، ولا أسهل إن احنا نسجل كل مرة بيبقى عندنا جيميل، فبالتالي كل ما نخش على الأداة دي نسجل باستخدام الجيميل. وأنا نصيحة زي ما قلت المرة اللي فاتت، ياريت كلنا يبقى عندنا الجيميل، علشان كل الأدوات بتاعت الجيل الثاني للإنترنت اللي بنسجل عليها أونلاين دايما لما بنيجي نسجل بتعرض علينا إن احنا نسجل باستخدام جوجل. فمش كل مرة بقى هنفضل نكتب الإيميل أدرس والباسورد، احنا كل اللي هنعمله إن احنا هنكليك على ساين أب ويز جوجل، وهيدخلنا على الصفحة الشخصية بتاعت كل واحد مننا. فطبعا انا هدوس على ساين اب ويز جوجل، وعايزه اكد بس ان الصفحه دي هي اخر حاجه بتظهر للاثنين، سواء كان حساب لاول مره او عمل لوج ان. يعني لو انا عملت لوج ان دي اول حاجه هتظهر لي وهختار الجوجل، لو انا بعمل ساين اب هيظهر لي الخطوات السابقه بس هنتهي في الاخر بالخطوه دي. طيب انا دوست دلوقتي على جوجل اكاونت، دي فتحت لي بقى الصفحه الشخصيه بتاعتي، يعني الاكاونت بتاعي اللي ما فيش حد هيقدر يخش عليه الا لو انا سمحت له. طيب الاكاونت ده فيه بقى حاجات مهمه جدا جدا هنتطرق لها واحده واحده، بس انا حابه ان انا اعلم عليها في الاول. هنلاقي فوق في حاجه اسمها هوم، طبعا هوم اللي احنا فيها اللي هي الانترفيس. كلاسز جنبها فوق، يعني ايه كلاسز؟ يعني كل الفصول اللي انا بانشئها مجمعه مع بعض، او فصول اخرى برضو لناس حابه تشارك فصولها معانا. ديسكفر دي طبعا اللي جنبها ديسكفر دي يعني حد بيعرض لي اوبشن انا ممكن ابص عليها. لايبراري دي حلوه جدا جدا، لايبراري دي مكتبه خاصه بإدمودو، يعني انا بلاقي عليها ريسورسز وموارد اقدر استخدمها، هم بيعرضوها عليا كتطبيق. وفي حاجه مسجز كمان، دي شبه الفيسبوك، حلوه جدا لان ممكن طبعا يحصل عليها زي الماسنجر يبقى في تشات عليها. وهنا برضو على جنب هنلاقي جرس اللي هي نوتيفيكيشن، لو حد بعت لي مسج يوصل لي نوتيفيكيشن زي بالظبط الفيسبوك. والصورة بتاعتي بعد كده اللي هي جنبها، طبعا كل واحد ممكن يختار الصورة اللي هي بروفايل بيكتشر. فهي الولاد بيحبوا إدمودو الطلبة عشان بتشبههم بالفيسبوك، وخصوصا لو غيرت ألوان، يعني لو خليته أزرق مثلا فبيشبههم قوي قوي بالفيسبوك وبيحبوا يستخدموا. طيب نيجي لحاجات تانية كمان مهمة قوي، هنا هلاقي يعني حاجتين، my classes و my groups، ودي هنتطرق لها. my classes دي كل الكلاسز اللي أنا أنشأتها، و my groups دي حاجة جميلة جدا جدا في إدمودو، لأن بتسمح لي بداخل كل كلاس لو أنا عندي لاتير أقسمهم لجروبس. عندي مثلا كلاس ماثيماتكس أقسمه لجروب 1 جروب 2 وهكذا، كلاس ترانسليشن أقسمه أعمل مجاميع صغيرة زي سكشنز. طيب هنبتدي بقى نشوف واحدة واحدة كده كل واحدة من الحاجات دي فيهم ايه. وطبعا هنبتدي بالكلاسز علشان هو ده اللي بتهمنا، ازاي ننشئ كلاس. اول ما هدوس على ماي كلاسز، على الثلاث نقط دول اللي جنب ماي كلاسز زي ما احنا شايفين، هنلاقي طلع لي ثلاثة اوبشن، كرييت ا كلاس، view archived class، وjoin a class. طبعا archived class اللي هي archive، يعني اللي هي الكلاسز اللي انا أخفتها من أمام الأعين، كترت عندي الكلاسز فأنا حبيت أحطها على جنب وأبقى أرجع لها. طبعا create a class و join a class ده بيفكرونا طبعا بجوجل كلاس روم، وبيفكرني بتيتش، وبيفكرني بحاجات كتير جدا أنا بستخدمها وحضراتكم. طبعا إن أنا بعمل create a class أو join a class، create a class دي الأول مرة، join a class دي لما يبقى already حد بعت لي الكود كتيتشر وأنا حابة أنضم له، أو أنا ببعت الكود للطلبة وبحب إن هما ينضموا للكلاس. يعني الجوين كلاس دي المفتاح اللي أنا بديه لأي طالب علشان يخش عندي على الكلاس. طيب من الثلاثة دول هنختار create class.
شايفين حضراتكم لما دوست على كريت كلاس فتح لي صفحة كده بملاها زي ما ملينا المرة اللي فاتت الحاجات الخاصة بتيتيت وببادلت، بحط الكلاس نيم، بحط الديسكريبشن يعني بتاعت الكلاس بتاعي، بحط بختار طبعا الجريد، يعني أنا عايزة جريد مثلا كيندر جاردن ولا برايمري ولا أي يعني ثانوي أو حاجة تانية مثلا مش موجودة في الليستة اللي القائمة اللي بتفتح قدامي. سيلكت سبجكت، هما بيعرضوا عليا برضو بعض السبجكت اللي أنا بختار منها. وحلوة قوي هنا تشينج الكالر، لأن إحنا لو بصينا ورا هنا هنلاقي إن كل فصل من الفصول له لون، فهما حاجة جميلة جدا في إدمودو إن بتخليني أختار لكل كلاس لون وبعدين ببتدي أقول كرييت. أول ما بقول كرييت زي ما حضراتكم شايفين أنا هنا كانت صفحة فاضية مليتها، حطيت تول ويب 2.0 وكتبت كده كوت let's share together زي المرة اللي فاتت made with love، واخترت السبجكت بتاعي computer technology والسبجكت يعني اللي تحتي كمان كمبيوتر تكنولوجي، واخترت لون الفوشيا علشان أبقى متفائلة كده وقلت كرييت. طبعا أول ما عملت كرييشن شايفين حضراتكم دول كانوا أوريدي موجودين في فليبت كلاس روم ماثيماتكس تيس، ظهرت عندي هنا في ماي كلاسز الصف أو الفصل اللي أنا أنشأته جديد واللي أنا عاملاه باللون الفوشيا ومحدداه حتى باللون الفوشيا، وهيبقى هيمشي معانا لون الفوشيا لحد آخر البرزنتيشن علشان ده اللون بتاع الكلاس بتاعي اللي أنا اخترته. طيب هبتدي بقى أنا عايزة أخش جوه الكلاس بتاعي علشان أبتدي أشتغل، فحدوس على Tools Web 2.0 وفعلا أول ما دوست على الفصل أو شايفين حضراتكم لون الفوشة كبر وظهرت لي المساحة بتاعتي بتاع الكلاس اللي هقدر دلوقتي أشتغل فيها. هلاقي حاجات مهمة جدا في الكلاس بتاعتي دي، هلاقي Posts بتظهر هنا طبعا لما بكتب هنا، هلاقي Folders يعني لو أنا عايزة أنشئ ملفات داخل الكلاس الواحد يبقى خاص بكل فصل بأنشئ Folders، الممبرز طبعا أعضاء الصف بتاعي هنشوفهم دلوقتي، الأعضاء دول عبارة عن طلبة وعبارة كمان عن دكاترة أو teachers. ولو إحنا شايفين برضو حاجة لطيفة قوي أنا قلتها small groups، يعني جوه الكلاس بتاعتي ممكن أقسمهم لsections. طيب دي حاجة، الحاجة المهمة جدا جدا كمان في الكلاس بتاعي أدي اسمي ظهر، أدي السبجكت بتاعي، بس في حاجة أهم من كل ده الكلاس كود المفتاح اللي أنا بديه للطلبة وبديه للتيتشرز كمان علشان لو حبوا يجوين الكلاس بتاعي. دي حاجة. في حاجة تالتة كمان مهمة جدا، هنلاقي تلات نقط هنا وبلاس، التلات نقط دي هتدخلني برضو على أوبشن تانية والبلاس هتدخلني على أوبشن تانية. طيب هنبتدي واحدة واحدة كده بالبوست. أول البوست إحنا قلنا طبعا زي ما قلنا قبل كده البوست بتقتصر على الديسكشن اللي أنا بكتبها هنا للطلب. بعد كده لما بدوس على فولدرز بتظهر لي دي، أنا هنا كنت عاملة فولدرز فبعمل فولدرز بحط حاجاتي جوه الحاجات دي، أو لو أنا عايزة أخلق فولدر جديد بقول هنا فوق add folders وبسميه بالمسمى اللي أنا عايزة. أنا سميته هنا مثلا my assignment, my quizzes, my quiz، يعني كنت بجرب حاجات كتير عشان أوريها لحضراتكم، بس طبعا كل الحاجات دي ممكن تمسح وحضرتك تزود الفولدر اللي حضرتك عايزه بالمسمى اللي انت عايزها وبعدين بتقول done فبيظهر طبعا الفولدر. بس بعد ما بقول create a folder وبقول done بيظهر لي حاجة تانية، عايز الفولدر نيم، عايز الجريد اللي أنا بحط فيه الفولدر ده وبحط السبجكت. فإذن دي كل معلومات عن الفولدر. أنا الأول حبيت أعمل add a folder هنا، لو اكتفيت بدول أوكي، لو عملت add a folder هي دي الحاجة اللي هتفتح لي. طب الفولدر اللي انت عايزة تعمليه adding اسمه ايه والجريد بتاعه ايه والسبجكت ايه، وبقول create وبيظهر طبعا من ضمن الفولدرز. طيب لو أنا عملت كليك على الحاجة التالتة هنا اللي على الشمال برضو اللي هي الممبرز هيظهر لي حاجتين student وteacher. طبعا أنا لسه ما عنديش أي student فأنا ممكن أعمل adding student، ولو حضراتكم فاكرين المرة اللي فاتت قلنا أول ما لاقي كلمة add student أو add teacher معناها أن أنا بعمل لهم add بالإيميل، لكن طبعا أنا مش هقعد أغلب نفسي وأنقل إيميلات أو أكتب إيميلات طلبة كتير جدا عندي، أسهل حاجة أن أنا أبعت لهم الكلاس كود اللي شفناه مع بعض سواء هم بقى ينشروه على الفيسبوك بتاعهم أو على الجروب الواتساب، طبعا أسهل بكتير جدا.
فلو دوست على طبعا الستودنت والتيتشرز هيتفتح لي اهو. لو انا حبيت بس ارجع تاني عشان اقول لحضراتكم، اول ما بدوس على ستودنت ما فيش، لكن اول ما بدوس على تيتشر بيبتدي يفتح لي حاجه تانية، ان انا لازم اعمل انفايتنج بيبل تو تول ويب تول هو للكلاس بتاعي، وبيقول لي انت عايزه تعزمي الناس دول الكلاس بتاعك بالكود بتاعك ولا باي ايميل. لو بالكود بتاعي اهو الكود، بس في حاجه جميله جدا جدا في ادمودو، ان انا اول ما بكليك على العلامه دي اللي هي السهم اللي نازل اللي تحت اللي جنب الكود، اقدر اعمل ريسيت كود ولوك كلاس. طب ايه اهميه ريسيت كود؟ ان انا مثلا لو حد من الطلبه راح ادى الكود ده لحد مش في الكلاس بتاعي وانا مش عايزاه جوه الكلاس، فبعمل ريسيت كود، فبالتالي مش بيقدر يخش تاني. او لو انا عايزه استخدم الكونتنت نفسه بتاع الكلاس بتاعي السنه الجايه مثلا بس مش بنفس الستودنت، فطبعا بعمل ريسيت كود علشان يبقى كلاس جديد بستودنت مختلفين. واللوك كلاس دي حلوة جدا عشان انا بعمل بعد ما بانفايت الطلبة بتوعي وبخليهم يسجلوا جوه الكلاس بتاعي، بعمل لوك كلاس فمحدش يقدر يخش تاني، يعني بقفل الباب بالمفتاح كذا مرة وبقول طبعا دن وخلاص. وادي التيتشر، طبعا مفيش في التيتشر غيري انا طبعا، ولو حبيت اعزم تاني حدوس على هنا وحيظهر لي نفس الحاجة اللي ظهرت لحضراتكم قبل كده. طيب دول بالنسبة للممبرز. طب في حاجة كمان هنا فيها اسمها small groups، أنا اتكلمت عليها. small groups دي شريرة دكتورة ريم، بس أنا عارفة أنا فات نص ساعة كده احنا وصلنا نص ساعة بيل، فعشان حضرتك تزبطي وقت الحق ما تقلقيش ما تقلقيش على قد ما نلتزم بالوقت. اوكي لا لا طبعا ان شاء الله. هي الفكره ان في كمان سيشن برضو الساعه 8 عشان ندي فرصه للناس اللي عاوزه تروح الزوم الثاني، ما نقطعش على الزوم الثاني. لا 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 حاضر من عينيا خلاص انا هخلص سريعا حالا. بنت دكتوره ناديه، دكتوره ناديه اندراوس، اهلا وسهلا يا دكتوره هبه مشرفه. لا هي اللي هتدي سيشن هي اللي هتدي سيشن. طب لا برضو حبايبني كله اوكي طبعاً. انا بس هستسمع ان الناس اللي داخله بنيك نيم بليز، ما بدخلش حد كاتب اسمه بنيك نيم ولا ايفون ولا دال ولا توشيبا ولا كده، فبليز اكتبوا اسماءكم عشان تقدروا تدخلوا على طول. ميرسي قوي. اتفضلي يا دكتوره ريم. برجع تاني واقول ان هنا في سمول جروبس في الكلاس بتاعي، يعني لو انا عايزه اقسمهم جروب صغيره بدي اسم الجروب وبقول كرييت، بيظهر لي زي ما حضراتكم شايفين هنا انا اديت جروب 1 فظهر لي جوه الكلاس دي نفسها جروب 1. طيب باجي بقى الحاجه نقطه مهمه واخر حاجه في ادمودو، الثلاث نقط اللي هنا والبلس. لما بدوس على الثلاث نقط بيظهر لي جوين يو ار ال، يعني دي بدي اللينك ده لاي حد لو يحب برضو طبعا يخش على الكلاس بتاعي باليو ار ال بتاعي. لو انا عايز اغير الكلاس لون، فاكرين حضراتكم اللون بتاع الكلاس انا ممكن اغيره من هنا. لو عايز اعزم ناس تانية، لو في advanced setting طبعا setting advanced setting دي مهمة جدا، ادي اللون اللي بقول لحضراتكم عليه اول ما حدوس على change color اللون مختلف وانا اخترت الفوشيا. لو في advanced setting، لو انا حبيت مثلا اغير title، اغير الكلاس المستوى نفسه، اغير السبجكت، احط مثلا default all new members to read only، يعني انا عايزاهم بس يقروا الحاجات اللي انا بعملها posting، مش عايز اي حد يعلق مثلا. hide my post from parents لو انا مش عايزه الاهالي تشوف، وهكذا. اذا هنا انا بتعامل دي settings بتاعت الكلاس بتاعي اللي انا بتعامل معاها وبحددها بنفسي علشان محدش بعد كده يعمل اي اكشن انا مش محددها من الاول. وفي حاجات تحت لطيفة جدا، لو انا عايزة اكوبي الكلاس، يعني اعمل كلاس زي الكونتنت اللي فيها بالزبط، لو عايزة اعمله اركايف اشيله، او لو عايز امسح الكلاس نفسها خالص بدوس على ديليت. لو دوست على الزائد دي تظهر حاجات بالزبط جوجل كلاس روم، create assignment او load existing assignment، يعني لو انا عندي already واحد assignment موجود عندي على الكمبيوتر وعايزة اعمله اجيبه بجيبه من هنا. لو عايزة اعمل quiz بعمله برضو quiz جوه ادمودو، لو عايزة load من quiz already موجود بعمله loading. لو انا دوست على الquiz دي، بس حاجة اخيرة هقولها عشان ده مهم، لو دوست على create quiz طبعا في معلومتين مهمين جدا جدا او صفحتين بمعنى اصح في الكويز، كويز ديتيلز وكويز كويستشن. الديتيلز طبعا
دي الصفحة الأولانية بكتب التايتل بتاع الكويز، لو أنا عندي instruction عايزة الطالب ياخد باله منها، لو أنا بحدد وقت الكويز، لو أنا عايزة أوريله الريزلتس بعد كل ما يخلص، لو عايزة أقفل lock after due date، لما بحدد في الآخر الdue date بتاعتي اللي بيسلمها الطالب بيسلم فيها الكويز، ممكن أقدر طبعا كل ده أحدده. وبعد ما بحدد الصفحة الأولانية دي بخش على quiz question وببتدي. أول ما بفتح دي بلاقي طبعا هنا زي ما حضراتكم شايفين total points، وفي كذا نوع من أنواع الأسئلة اللي أنا بختارها، ومن الأسئلة دي تحت ممكن أزود مش بس سؤال، أزود files، أزود links، أحط from library، أكتب الإجابات المختلفة، وأنزل تحت خالص بعد ما بكتب الإجابات المختلفة لو حابة أن أنا أزود إجابة بزود من هنا، لو حابة أزود question تانية بزود من هنا، لو حابة أحط grade أحطها من هنا. فبالتالي طبعا دي جميلة جدا. لو أنا عندي a bank of questions بجيب هنا من البنك بتاعي، وفي الآخر بقول preview عشان أشوف الشكل هيبقى ظاهر للطلبة إزاي، وبعد ما بخلص previewing بتاعي بقول assign. أدي الكويز ديتيلز. وطبعا في ثلاث نقط فوق برضو مهمين جدا بالأساين، لو أنا عايز أعمل print للكويز أو أعمل منه copy أو أمسحه خالص، دي برضو option تانية. بالنسبة للأسايمنت أنا بفتح كلمة أسايمنت، create assignment، وبكتب مثلا أن أنا عايزة exam، بدي له title، بحط instruction أهو، وبعدين بعمل attach اللي أنا عايزاه، وظهر لي two attachment. أنا عملت هنا للطلبة two attachment، فيديو وبعدين عليه أسئلة، عشان أنا قلت له mode the video below then answer the question، وبعدين طبعا قلت assign فحيظهر له الفيديو زي ما حضراتكم شايفين. أول ما بقول assign ده اللي بيظهر لي. طب أنا عايزة أحط الassignment ده لأني class، هو هنا طبعا لو أنا عندي كذا class بكتبهم، لو ما عنديش غير class واحد هو بيعمله assign على طول للclass دي، وبحدد due date وبحدد وقت وبحدد كل حاجة، وبقول look after، يعني حاجة جميلة جدا جدا في الassignment، بعمل كل حاجة وفي الآخر بقول assign. شايفين حضراتكم ظهر أهو للطلبة على الصفحة بتاعتي exam 1 due لسه يوم 17/4، وادي اهو هنا مكتوب ان في الكلاس بتاع تولز ويب 2.0 الاكزام ده هيبتدي due date بتاعته يوم 17/4. فاذا ده كل ما يخص ادمودو. ولو حضراتكم حابين سريعا سريعا كده في دقيقتين فعلا نعمل العملي بتاعه بالظبط، عشان بستأذن حضرتك ندخل على كاهوت لو عندنا وقت نبقى ايه نرجع تاني ونعمل presentation. طيب اوكي حلو جدا فعلا صحيح صحيح يعني، وزي ما وعدنا اعضاء الجروب ان احنا هنديهم تو تولز، فلو في وقت عندنا نرجع نعمل براكتس يبقى خلاص إيه؟ اوكي أو انا انصح حضرتك نشوقهم ونديهم سيشن ثالثه، وده حسب وقت حضرتك طبعا ان شاء الله باذن الله طبعا. اتفضل اهلا بيك. ميرسي. احنا كده خلصنا زي ما حضراتكم شايفين ادمودو، وهي بنفس الخطوات اللي انا قلتها، يعني لو حضراتكم اتبعتوا بالظبط البرزنتيشن بتاعتي هتلاقوا خطوه خطوه هي اللي هتسمح لكم ان انتوا تفتحوا كلاس وتعملوا جوين كلاس وكل حاجه. احنا دلوقتي خلصنا الثلاث ادوات اللي هي بادلت وادمودو وتيتيتش، ثلاث ادوات اداره التعلم او نظم اداره التعلم LMS Learning Management System. دلوقتي هنخش على اداه ثانيه هي مش في اداره التعلم لكن هي في تقييم المتعلم، اسمها كاهوت، وزي ما حضراتكم شايفين ألوانها لطيفة جدا جدا ومبهجة والطلبة بتحبها قوي قوي. أنا لسه حتى عاملاها النهاردة الصبح مع طلبتي أونلاين. طيب عبارة عن إيه كاهوت؟ زي ما قلنا دايما بنعرف الأول الأداة وبنقول بنستخدمها ليه وبعدين بنستخدمها إزاي. طيب كاهوت هي برنامج أو تطبيق سهل جدا جدا إن هو بيستخدم، وبتسمح لي إن أنا أنشئ أسئلة أو أعمل اختبار للطلبة، والطلبة ممكن يجاوبوا على الأسئلة دي سواء كل واحد في بيتهم باستخدام الكمبيوتر أو جوه الكلاس باستخدام الموبايلز، ودي حاجة حلوة جداً. ليه؟ لأن زي ما احنا عارفين الطلبة طول النهار ماسكة الموبايل، وطول النهار احنا نقول لهم يا أولاد خبوا الموبايل، شيلوا الموبايل، ما تبصوش في الموبايل أثناء المحاضرة. فطبعاً علشان نقرب من المنتاليتي بتاعتهم ونقول لهم لا احنا فاهمين ان انتوا متعلقين قوي بهذا الموبايل، فاحنا برضو زي ما بتستخدموه انتوا في الشات وفي اللعب وفي الحاجات دي، ممكن كمان ان الأجهزة الذكية دي والمحمولة يبقى لها فايدة
تعليمية، فبنشجعهم ان هم يفتحوا الموبايل بتاعهم ويلعبوا منه على كهوت، وفي نفس الوقت نكون احنا بنعمل indirectly testing وevaluation لهم. وطبعا هو برضو تشاركي وتفاعلي علشان الطلبة بتتفاعل مع المعلم وبتتشارك معه. هدفه ايه كهود ده؟ ان احنا طبعا اولا نحمسهم، نحمس الطلبة بدل ما هم طول النهار في الصف التقليدي، لا نغير شوية، بدل ما هم متعودين على طرق التقييم التقليدية، لا احنا نعلمهم طرق تقييم وتقويم جديدة. وكمان بنعمل اللي هو بندخل مفهوم التعلم باللعب، اللي هو استراتيجية من أهم الاستراتيجيات في التعليم والتعلم، إن إحنا باللعب هما بيتعلموا أكتر. طيب إزاي بنستخدم كهوت؟ هنشوف مع بعض خطوة خطوة، بس دي بقى معلش دكتورة نيفين لازم هنطبقها عملي. فكهوت بنكتب هنا في جوجل كهوت، وعايزة أنبه حضراتكم إن إحنا لما بنكتب هنا كهوت بتظهر لنا حاجتين مهمين. إحنا دايماً كنا بنقول بنخش على الأول لينك، لا المرة دي طبعاً بنخش على الأول لينك بس ناخد بالنا، واحد اسمه kahoot.com، واحد اسمه kahoot.it، ومكتوب تحتي play kahoot. إحنا ده لأن ده للطلبة، هنطلب منهم إن هم يخشوا على ده عشان يلعبوا اللعبة اللي إحنا هنحضرها لهم باستخدام ده. فإحنا كمعلمين بنستخدم بنخش على اللينك ده عشان نحضر اللعبة. طيب أول ما بندوس على كهوت بتظهر لي نفس الحكاية، ساين أب ولوج إن وبلاي. ساين أب لأول مرة، لوج إن للي عنده أكاونت على كهوت، بما إنه برضو أداة من أدوات الجيل الثاني للإنترنت فهو أونلاين وفري وما بيتنزلش على الكمبيوتر. لو أنا دخلت ساين أب لأول مرة هيظهر لي ده، choose your account type، انت عايزة تسجلي كتيتشر ولا كستودنت ولا كبيت عادي او من كبزنس. طبعا بنختار يا تيتشر يا ستودنت، ده اول مرة. بعد كده بيقولي برضو describe your workplace، يعني خدتي كتيتشر من السكول، انت في سكول ولا higher education ولا school administration ولا بزنس، بختار طبعا. بعد كده بيوصلني على الصفحة السحرية اللي بنوصل لها دايما في آخر كل خطوة من ساين أب، بس أول خطوة بتفتح لي في اللوج إن. في ساين أب طبعا بختار يا بكتب الإيميل يا الباسورد، يا إما بعمل ساين إن ويز ماي أكاونت، فأنا طبعا هساين إن ويز ماي أكاونت كالعادة، ودي نصيحة برضو. أول ما بعمل sign in with my account دي الصفحة اللي بتفتح لكم كلكم، هتلاقوا اللي في النص دي حاجات informations general informations كهوت بيتبادلها مع محبيه، لكن هنلاقي على الشمال وعلى اليمين حاجات خاصة بينا. هنا زي ما أنا معلمة بالكادر الأحمر البروفايل بتاع حضرتك، يعني هتحطي النيم بتاعك أو مكتوب أنا اسمي، my interest، اد انترست يعني البروفايل بتاعنا، بنحط احنا فين وكل المعلومات اللي بنحطها زي ما بنعمل على الفيسبوك. هنا بقى حاجه مهمه جدا جدا، الناحيه التانية دي في حاجه اسمها ماي كاهوت، دي كل الحاجات اللي انا انشاتها. طبعا حضراتكم هتلاقوا المساحه دي فاضيه عندكم عشان لسه ما عملتوش العاب باستخدام كاهوت، لكن بما ان انا استخدمته قبل كده فهنلاقي عندي ثلاث حاجات او اكتر. الحاجة بقى المهمة في كهوت جدا جدا واللي هنبتدي نشتغل عليها الزرار اللي فوق ده اللي اسمه كرييت، هدوس عليه وهيفتح لي الصفحة دي اللي هو هبتدي بقى أعمل بتاعي أو اللعبة بتاعتي اللي بيها بقيس مدى استيعاب الطلبة الكونتنت أنا حطيته أو لحاجة أنا شرحتها. أول حاجة في الصفحة دي زي ما أنا معلمة بالسهم انتر كهوت تايتل، طبعا لما اول ما ببتدي افتح اكتب يعني انشئ اسئله لازم طبعا ادي عنوان للتقييم بتاعي، فلما بدوس على السيتنجز بتاعه انتر كهوت تايتل دي بيظهر لي الصفحه دي، ببتدي احط هنا اسم اللعبه بتاعتي او اسم المحاضره اللي انا عايزه اعمل عليها اسئله. ممكن حاجه جميله جدا احط لها صوره برضو، طب انا عايزه اشيلها فين؟ طبعا عاده بتتشال في ماي كاهوت، يعني بتتعمل سوف جاردي او بحفظها في ماي كاهوت. لو انا عايزه كده جميله جدا لان بختار اللغه اللي بكتب بيها، ممكن اكتب بالعربي بالانجليزي بالفرنسي زي ما انا عايزه. الفيزيبيليتي يعني هل الكاهوت دي انا عايزه انا اشوفها بس وطلابي بعد كده ولا الناس كلها؟
لو قلت everyone هتظهر لي زي ما حضراتكم شفتوا في النص كده، ممكن طبعا ألاقي كهوت اوريدي معمولة جاهزة وأنا أستخدمها. فمبدئيا بقول only طبعا me يعني أو only you علشان لسه أنا ما خلصتهاش. بعد كده بعد ما بخلص السيتنج زي ما حضراتكم شايفين اهي ظهرت كلمة ترجمة فورية، وببتدي بقى أعمل شوية أسئلة على الترجمة الفورية. بكتب هنا السؤال، بدوس هنا على الخمسة اللي في النص دي، أول ما بدوس عليها بتظهر لي وقت، دي الوقت اللي بياخده كل سؤال. هنا ممكن أحط صورة أو فيديو أو أي حاجة، يعني أنا ممكن أحط فيديو بعدين أحط عليه أسئلة هنا. طيب الأسئلة دي أهو شايفين حضراتكم ابتديت مثلا أدي السؤال وأدي الإجابات وعلمت على الإجابة الصح. بعد كده بقول add question، بضيف سؤال. أول ما بقول add question هو بيديني اختيارين، أنت عايز السؤال زي الأولاني برضو على هيئة quiz ولا على هيئة صح وغلط true or false. أنا اخترت بقى أغير شوية وأعمل true or false عشان حضراتكم تشوفوا كل الحاجات. برضو نفس الحكاية، بكتب السؤال وبقول true أو false وبعلم على الإجابة الصح. بختار الوقت من هنا، وأنا بس دلوقتي حطيت سؤالين عشان كتجربة، لكن لما هجرب مع حضراتكم هنعمل اختبار حقيقي إن شاء الله. بعد ما بخلص الأسئلة كل مرة بقول طبعا add question، أسفة add question، لحد ما أخلص كل الأسئلة أنا عايزاها. وباجي هنا أقول preview، preview دي بتوريني شكل السؤال هيبقى إزاي للطلبة. exit من preview ودن في الآخر، يبقى أنا كده خلصت الامتحان بتاعي. لما بدوس على preview أهي بتظهر لي، هيظهر للطلبة بالشكل ده. وبعد كده بعد ما بقول خلاص exit preview عشان أقول له دن، هو هيقول لي the Kahoot is ready to be played، يعني خلاص أنت خلصتي الأسئلة دلوقتي هو جاهز للعب. فهقول له يا إما لو أنا عايزة مثلا back to edit لو أنا حسيت إن في غلط معين أنا عملته وعايزة أصلحه، أو هقول له done لو أنا already جاهزة إن الكهوت بتاعي يتلعب. لما بقول done بيوديني على المساحة بتاعتي اللي فيها my kahoots، شايفين حضراتكم my kahoots هو automatically حفظه في my kahoot، وظهرت أهي قدام حضراتكم الكهوت اللي أنا أنشأتها أهي two question واسمها الترجمة الفورية و visible to only you و play هنا طبعا لو انا عايزه ابتدي اشغلها وحد تاني يبتدي طلبه يلعبوا، لكن طول ما انا ما دوستش على play الكاهوت محفوظه عندي في ماي كاهوت. طيب لو انا دوست على play او على الثلاث نقط قبل ما ادوس على play بعد اذنكم، هنا كان في ثلاث نقط ونجمه، لو دوست على الثلاث نقط برضو هيديني اوبشن لطيفه جدا في كل كاهوت من الكاهوتات، ان انا اعمل لها edit، ان انا ارينيم، ان انا اشيرها مع حد، ان انا ادابليكيت الامتحان بتاعي، ان انا اديليت الكاهوت. وبعدين بقول اهو لما ادوس بلاي هيديني الشكل لسه قبل ما، يعني برضو في مرحله قبل ما الولاد يلعبوا على طول علشان لو انا حبيت برضو اغير في الكاهوت. طيب لو دوست بقى على play هنا خلاص هيديني two option، host choose a way to play this kahoot، host ولا challenge. يعني ايه host؟ يعني انا بدي الكود للولاد وكل واحد بيلعب من الموبايل بتاعه ايا كان مكانه. في حاجة تانية ان انا ببعت لهم link، ولو هم بقى مش في الفصل قدامي على الموبايلات بتاعتهم، لو هم كل واحد في حتة انا طبعا ببعت لهم اللينك على طول وهم بيلعبوا وبيظهر عندي أنا برضو أسميهم على الشاشة وبيلعبوا معايا. طيب إحنا هنقول host، لما أدوس على host اللي أنا عايزة الولاد يلعبوا بالموبايلات بتاعتهم في الكلاس، بيظهر لي two option، classic ولا team mode. يعني لو أنا عايزة كل واحد يلعب لوحده بالموبايل بتاعه أوكي، بس لو أنا عندي عدد كبير مثلا من الطلبة وعايزة أقسمهم groups، يعني كل خمسة يكونوا فرقة واحدة ويجاوبوا على الأسئلة مع بعض، فبقول team mode. أنا اخترت classic. أول ما اختار كلاسيك هو ده الحاجة اللي هتظهر لي، أنا دلوقتي خلاص جاهزة للعب، أنا في المحاضرة مع الطلبة. طالما أنا مش في المحاضرة هرجع للماي كاهوتس وحاسبها زي ما هي، لكن لو أنا قررت أن أنا أبتدي أقيم الطلبة هدوس على بلاي، وهي دي الخطوات اللي هتظهر لي أوتوماتيكلي. فأول ما بدوس على بلاي بتظهر على الشاشة للطلبة دي، بيظهر لهم www.kahoot.it اللي احنا قلنا عليها، اللي هو السكند لينك اللي المفروض هم يكتبوه على جوجل سيرش اللي على الموبايل بتاعهم، وبيحطوا اسمهم كنيك نيم، وبعدين بيعملوا بين، البين بتاع بيطلب منهم طبعا اللعبه بتطلب منهم البين كود، وبيظهر هنا على طول على الشاشه اساميهم. طب لو انا دوست الاوبشن الثانيه اللي هي كل واحد في حته، كل واحد مثلا في بيته أو كل واحد في دولة حتى ممكن يلعبوها مع بعض، بيظهر لي الصفحة دي
امتى انا عايزاهم يلعبوا، الساعه كام، بحط تايمر، بعمل راندمايز وبقول كرييت، فبالتالي بيظهر لهم اللينك ده والكود ده، او ممكن انا اعمل الحاجات دي شير على جوجل كلاس روم او على مايكروسوفت تيم. انا حتى عبر البيت يعني الولاد الصبح كانوا كل واحد في بيتهم وابتدوا يلعبوا معايا بالكلاسيك، يعني اديت لهم الكود وابتدوا يلعبوا معايا. فانا هستأذن حضراتكم ان انا هرجع للكاهوت بتاعي، هفتح الاكاونت بتاعي مع حضراتكم وهنبتدي نلعب مع بعض، معلش لعبه كده بختبر فيها شويه معلوماتكم وبننهي. دكتوره ريم يا ريت احنا عايزين نلعب، احنا مستنيين حالا. انا هكتب كاهوت مع حضراتكم عشان برضو اقول لحضرتك الاقبال النهارده 53 ممبر ويانا، فثانك for all members يعني. وبرحب كمان بدكتور باستاذ محمد ابراهيم ادمن الصفحه ودينامو الجروب والاي ليرنينج كلاب. اهلا وسهلا، وانا سعيده والله ليه دخلت متاخر، برحب بيها واهلا وسهلا. اهلا بحضرتك كويس. طيب انا دلوقتي هنتهز الفرصه بقى، وقبل ما العب حضراتكم اللعبه هخش مع حضراتكم على الاكاونت بتاعي وكانها خطوه عمليه علشان اوري حضراتكم ازاي بنستخدم فعلا كهوت. طبعا هنا زي ما قلنا ادي اول لينك اللي انا كدكتور او كمعلم بدوس عليه، هنا اللينك الثاني للطلبه لما بقول لهم خشوا على اللينك هو ده اللي بيخشوا على kahoot.it وبيبتدوا يخشوا انتر جيم بين. فانا طبعا هخش هنا على الاكاونت بتاعي، وطبعا انا بما ان انا عندي اكاونت مش هيظهر هنا عندي ساين اب لكن هيظهر هنا لوج ان زي ما احنا شفنا مع بعض، هدوس على لوج ان هتدخلني على الصفحه بتاعتي اوتوماتيكلي اللي هتبقى عند حضراتكم برضو كلها. والصفحه بتاعتي دلوقتي حضراتكم هتشوفوها حالا اهي زي ما اتفقنا، هنا البروفايل بتاعي، هنا معلومات عن كاهوت، هنا كاهوت زي ما قلنا دي كاهوت اللي الناس التانية عملتها شير معايا وظهرت تحت خالص، شايفين حضراتكم كل ده. انا بعد كاهوت احنا مش شايفين الصفحه مش طالعه عندنا. انا اسفه والله حلوه جدا. طب ثانيه واحده اوكي كده تمام. طيب هرجع تاني سريعا عشان اللي فاتوا الصفحه دي، بدوس بكتب كاهوت، بدوس على اول لينك مش تاني لينك لان تاني لينك هو الطلبه اللي بتدوس عليها. اول لينك انا لو عايز اعمل كاهوت بدوس عليه هتوصلني على الصفحه دي اللي احنا اتفقنا لو اول مره هيبقى ساين اب، لو عند حضرتك اوريدي اكاونت بتبقى لوج ان فبدوس على لوج ان عشان انا اوريدي عندي اكاونت. اول ما بدوس على لوج ان بتخش على الصفحه بتاعتي على الباج داكوي او على الهوم بيج، وزي ما اتفقنا الهوم بيج بتاعتي الناحيه دي فيها البروفايل بتاعي النيم والانترست، والناحيه دي فيها ماي كاهوت اللي انا عملتها كل الكاهوتات اللي عندي، اللي في النص هنا دي حاجات كاهوت هو نفسه عملها شير معايا، تحت في الصفحه خالص في كاهوت جاهزه ناس تانيه عملوها وخلوها فيو للناس كلها فانا ممكن استخدمها، طبعا بتبقى ساعات لطيفه جدا. طيب لو انا حبيت اعمل كرييت الكاهوت طبعا زي ما اتفقنا بندوس هنا وببتدي اعمل تايبينج طبعا للسؤال بتاعي، وببتدي بدوس هنا بختار التايم بتاعي اللي انا عايزه السؤال يبقى قد ايه، 5 ثواني، وببتدي طبعا اد انسر 1 وباد انسر 2 وباد انسر 3 وباد انسر 4 وبختار مثلا اي واحده من دول كاجابه صحيحه، مثلا بختار دي كاجابه صحيحه وهكذا، وبقول اد كويستشن اند سو اون. شايفين حضراتكم اول ما قلت اد كويستشن ظهر لي حاجه تانية، الاختيارات انا اخترت المره دي ترو اور فولز، نفس الحكايه بختار وقت وبكتب اي سؤال وبحط اجابات، طبعا بقول ان السؤال ده صح، ممكن طبعا اضيف ايمج اضيف طبعا فيديو وهكذا، وفي الاخر بقول طبعا بريفيو اهو شايفين حضراتكم ظهر لي اللي انا عملته، وبقول طبعا لو انا مش عايزه وعايزه اقول اكزيت بريفيو اهو من تحت، وهقول دن خلاص انتهينا اهو ظهر لي لسه كانت بي بلاي عشان هو از لسه في حاجات ناقصه طبعا فيه، فهو يقول لي قال لي باك تو اديت ولا كيب از درافت، انا هخليه مثلا از درافت، ولما احب
اخلي الولاد يلعبوا بيه طبعا او يلعبوا بيه، هيظهر لي اهو شايفين حضراتكم ظهر لي as a draft لسه انا ما خلصتهوش، فبالتالي ولو دوست هنا اهو هيظهر لي edit او delete، وده نفس الحكاية. طيب هرجع تاني لماي كاهوت الجاهزين، دول بقى كاهوت الجاهزين. طالما جاهزين شايفين حضراتكم جنبهم ايه؟ جنبهم play. طيب انا دلوقتي هدوس على play وعايزة حضراتكم معلش تحضروا لي بقى الموبايل بتاعتكم وتبقوا connected، علشان هطلب من حضراتكم حالا ان تخشوا على اللعبة وتختبروا معلوماتكم. فانا هقول play. الشير سكرين برضو تاني رجع ظهر وقف لان في ناس كاتبة لسه حالا. اوكي اوكي شكرا. طيب هل كده وضحت كده وضحت؟ هل واضحة؟ واضحة كده يا دكتور. طيب تمام تمام هعمل شير. معلش عملته ده في الوقت في الانترنت النهارده يظهر. طيب انا كده دخلت تاني على ماي كاهوت اهي اللي فيها الكاهوتات بتاعتي. بلاحظ هنا ان انا طبعا في كرييت نيو، يعني في كل حته ممكن اعمل كرييت واحده تانية سواء من هنا او من هنا. وطبعا ظهر لي هنا بلاي، انا خلاص حضرتها مثلا امبارح والنهارده عندي محاضره وعايزه الناس تلعب معايا، فانا بدعو حضراتكم ان احنا نلعب مع بعض. هدوس بلاي، هيظهر حاجتين، انا هختار هوست يعني كل واحد من موبايله هيلعب بكاهوت معايا، وحالا هيظهر على الشاشه لحضراتكم السايت اللي حضراتكم. طبعا انا هلعب كلاسيك، كل واحد هيلعب بمفرده بما ان كل واحد في بيته، هقول كلاسيك مش عايزه تيم مود. طبعا حضراتكم لكم الحريه. ادي حضراتكم شايفين الشاشه متهيألي مش كده؟ كل شايف. طب انا عايزه من حضراتكم ان تخشوا على اللينك ده لو سمحتوا www.kahoot.it، هيطلب منكم نيك نيم وهيطلب من حضراتكم البين. اول ما حضراتكم هتكتبوا النيك نيم والبين ايوه ظهر على الشاشه اول الاسماء المشاركه. استاذه علا اهلا وسهلا، وابتدينا الموسيقى. انا بس هعمل شير شير كمبيوتر ساوند. حضراتكم سامعين الموسيقى اللطيفة دي؟ يلا أنا عايزة كل الأسماء تظهر معايا على الشاشة عشان نبتدي نلعب ونشوف مين اللي هيحقق أعلى سكور. كله يخش لو سمحتوا على اللينك ده. أيوة ماريا أهلا وسهلا أستاذة ماريا. أنا بس هوقف الموسيقى ثانية واحدة، هوقف بس الموسيقى ثانية واحدة لحد ما الناس كلها تخش. مين رحاب، أستاذ أيمن، أستاذ غادة أهلا وسهلا. كل ما يكتر البلايرز كل ما تبقى أحلى. أستاذ نجوان أهلا وسهلا. بيري أهلا بالناس كلها. هستنى شوية وحبتدي، أنا بس مستنية نوصل حتى كده لعشرة أو عشرين عشان يبقى أوكي. مي أوكي كده تمام. عندك دعاء، الدكتورة دعاء، دكتورة بيريهان، دكتورة غادة اهلا وسهلا، طالبه انستيتيوت، استاذه اميه اهلا بالدكاتره. طبعا انا عشان مش عارفه بس مع حفظ الالقاب طبعا. وماي باسنت اهلا وسهلا يا باسنت، استاذه باسنت نجلاء سلوى، دكتوره سلوى شكري. حلو جدا جدا، وصلنا ل 15. مين يزود عشان ابتدي؟ رنا يحيى اهلا وسهلا. يعني المفروض هنا كل الاسماء طبعا بتاعه الطلبه اللي بيلعبوا بتظهر لحضرتك على الشاشه هنا. الشيماء اهلا وسهلا، هبه ابراهيم، ايمان، ما شاء الله الاسماء عماله تكتر، دي حاجه جميله، المنافسه هتبقى فظيعه. طيب حلو قوي، ابتدي ابتدي. يلا رادي سنه سنه. طيب نستنى حضرتك يا ريت تخشي معانا برضو يا نيفين، تبقى حاجه جميله. جيستيون دو لا سيسيون. داكور. طيب استاذه هنادي، استاذه داليا، دكتوره ايمان سيف، يعني كل الحلوين كلهم اهلا وسهلا. بقينا 24، ده كده المنافسه بقت فظيعه، يعني المنافسه جامده جدا. دكتوره يسريه اهلا وسهلا،
استاذ ايمن. طيب انا هبتدي بقى. ايوه ابتدي ولا لسه؟ لا يلا بينا عشان يلا بينا 7 دقايق لسه. طيب اوكي سيشن على الساعه 7:10. حلو قوي. اوكي استاذ دكتوره سماح يعني هنبتدي. كان نفسي اوصلهم ل 30 بس خلاص اتمع وحش. نستنى 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 نستنى. طيب بالظبط اي حد برافو 28. ايوه ايوه يلا الحميس فاضل 2 ونقفلهم 30 نص العدد. ايه ده حد طلع تاني. طيب اوكي على دون على تري. طيب اوكي انا هبتدي اللعب. احنا لاقين نلعب احنا محبوسين في الكونفينمون. طيب انا هبتدي وادي 29. تمام حلوه قوي حلوه جدا. استني واحد كمان واحد كمان واحد كمان عشان اقفلهم 30 أيوة. كده اه يا سلام خلاص قوي ستارت. طيب انا هشغل الموسيقى وهبتدي اقول ستارت. انا بس عايزه قبل ما ابتدي يعني حضراتكم هتاخدوا بالكم ان السؤال هيظهر على الشاشه عندي انا مش عند حضراتكم. الاجابات عند حضراتكم على الموبايل بالالوان. يعني هنحاول نبص على الشاشه ونبص على اللون لون الاجابه الصحيحه. يعني الاجابه هتبقى مكتوبه طبعا يعني الاجابات هتبقى مكتوبه على الشاشه عندي لكن حضراتكم هيبقى عندكم الوان بس. فخلي بالكوا عشان بس ما يفوتكوش الإجابة. يعني هتدوسوا على لون هو ده اللي بيتناسب مع الإجابة الصحيحة زي ما موجود على الشاشة. فهنبتدي start. أول سؤال أو are you ready؟ طيب عاصمة كندا هل هي أوتاوا أونتاريو تورونتو كيبيك؟ ده ما شاء الله لم. طيب طبعا عاصمة كندا هي أوتاوا. أنا قصدت إن أنا أعمل 5 ثواني بس عشان أول كده مرة. طب هنبص مين اللي حقق السكور ده. أوه دكتورة غادة أول واحدة أسرع واحدة جاوبت. طبعا السكور ده عبارة عن أسرع حد جاوب في الآخر هيديني مين جاوب صح. فدكتورة غادة بعديها دكتورة رحاب أس أس إيمان سلوى دول اكتر ناس اسرع ناس في الاجابه. طيب نروح للنكست كويستشن نمبر 2. عمله الصين هي الين ترو اور فولس؟ اوه طيب نشوف. طبعا هي غلط لان عمله الصين هي اليوان مش الين. الين دي عمله اليابان. انا قصدت لخبط حضراتكم. وهنشوف طبعا مين اللي حقق اعلى سكور. اوه دكتوره غاده برضو باسنت تاني واحده. شيماء اسرع. ايمان سيف يا اهلا وسهلا. تمام حلو قوي. بعد كده استاذ ايمن. طيب نروح على السؤال اللي بعد كده. السؤال نمرة 3 من نظم إدارة التعلم اللي احنا خدناها مع بعض. نذكر إدمودو تيتيتش جوجل كلاس روم ولا كل ما سبق؟ 2-1 هو 0 يلا. أو طبعا الإجابة الصحيحة هي كل ما سبق علشان كل دول نظم من أنظمة إدارة التعلم. وحنشوف مين اللي حقق أعلى سكور باسنت أسرع واحدة في الإجابة. دكتورة سلوى أستاذ أيمن دكتورة غادة. وخلي بالكوا تحت في حاجة حلوة جدا دكتورة زينات إذا هايست كلايمبر. يعني خلي بالكوا هنا أشطر حد لكن هنا أسرع حد. وحنشوف هنكمل السؤال نمرة 4. بادلت اللي خدناه مع بعض المرة اللي فاتت عبارة عن حائط إلكتروني تفاعلي صح ولا غلط؟ صح طبعا بادلت عبارة عن حائط إلكتروني تفاعلي. وحنشوف مين اللي حقق أعلى سكور باسنت وبعدين يا باسنت. وبعدين أستاذ أيمن أستاذ إيمان أستاذ غادة ماريا جميل جدا. طيب هنشوف بقى متهيألي آخر سؤال مع بعض. لا لسه فاضل سؤالين. التعلم عن بعد يجب أن يكون تشاركي تفاعلي تفاعلي وتشاركي معا. مين اللي هيجاوب الإجابة الصحيحة؟ طبعا التعلم عن بعد يجب أن يكون تشاركي وتفاعلي زي ما احنا كلنا قلنا مع بعض. مين اللي سريع
لا لا مش معقولة أستاذة باسنت، أستاذ أيمن، أستاذة غادة، ماريا، باسنت. أوه آخر سؤال، السؤال الفيصل، عشان بعد كده نشوف مين فاز بالكاس وحندوس نكست. علم إيطاليا يتكون من الألوان التالية بالترتيب من اليسار إلى اليمين: أخضر أبيض أحمر، أحمر أبيض أخضر، أبيض أحمر أخضر. طبعا علم إيطاليا أخضر أبيض أحمر من اليسار إلى اليمين، وحنشوف مين السريع جدا دلوقتي هيجيب لنا النتيجة. ثانية واحدة بقى، أدي بنبتدي بالتالت، التاني، مين الأول اللي حيسلط عليه الضوء؟ مين الأول؟ باسنت. برافو برافو دكتورة باسنت. طبعا رانرز أب طبعا بعديهم داليا وبعديهم أيمن. برافو برافو. طبعا جاوبوا أربع أسئلة out of six، أربع أسئلة صح out of six، أربع أسئلة out of six. أسرع حد كان أستاذة أو دكتورة باسنت، وهنشوف الفيدباك بتاع طبعا كاهوت بيحط لنا فيدباك بالترتيب مين الطلبة اللي حققوا السكور. لو أنا عايزة أشوف الريبورت كمان بدوس على view report وبدوس وبيظهر لي طبعا الريبورت بتاع الطلبة، يعني مين اللي حقق. شايفين حضراتكم كل الطلبة بالنكنم بتاعتهم طبعا، لو أنا عايزة show all حدوس تحت بالأكيوريسي، يعني مين اللي جاوب إجابات صحيحة، وطبعا هنا الأسرع يبقى الأسرع، واللي جاوب إجابات صحيحة بتبقى قدامي جدا كلها. ادي كل الطلبة لو انا عايزة اشو مور، مش عايزة بس اكسف، مش عايزة انزل لتحت علشان ايه ما نكسفش بعض، بس بهني طبعا الخمسة الاوائل. قبلك دكتورة ثانية ثانية خلي الاسماء عشان انا باخد كابتشور ديكرام. اوكي اوكي، نعمل الدعاية ثلاث دقايق كده. مرسي جدا اوي اوي. تمام، وننزل تحت كمان. ننزل تحت كمان. ايوة مرسي كمان. تمام، عشان يجيب كمان لحد الاخر. ايوه ميرسي لحضرتك لحد الاخر اهو. تمام حلو قوي. تمام، ما بكتبش السكورز، انا بجيب الاسماء. ميرسي. ايوه العفو. طبعا برجع تاني لكاهوت هوم تاني، برجع لها في الاخر بعد ما العب واخلص لعب طبعا، علشان لو انا حابه مثلا اعمل create another كاهوت او يعني اوري الطلبة. اهي شايفين حضراتكم ادي اللي احنا لعبناها، وادي لو انا عايزة تعمل طبعا اعمل create كاهوت تاني. بشكركم ويا رب ما كنش ضيف تقيل عليكم النهاردة أبداً. الحقيقة انا سعدت جدا جدا بصحبتكم، وارجو ان احنا نفعل الادوات نظم التعلم عن بعد اللي هي تيتيتش وبادلت و الموضوع اللي خدناها مع بعض النهاردة. أرجو كمان إن إحنا نستخدم مع الطلبة حاجة تساعدهم، زي طبعاً كاهوت حينبسطوا قوي وهم عن بعد. أنا بقول لحضراتكم أنا النهاردة الصبح لعبتها مع الطلبة بتوعي فكانوا مبسوطين جداً. بشكركم، وطبعاً أتمنى إن أنا ألتقي بيكم في سيشنز تانية نشوف أدوات أخرى من أدوات الجيل التاني بتستخدم في حاجات تانية نقدر نستفيد بيها في التعلم عن بعد. شكرا وميرسي دكتوره نبيل. دكتوره ريم انا مش عارفه ازاي اشكرك، ومش عارفه قد ايه اقول لحضرتك ان الدنيا فعلا حلتها لنا بوجود حضرتك ويانا. طبعا احنا ما عملناش البرزنتيشن بتاعه الادمودو، وده معناه ان احنا لنا سيشن ثالثه، بس انا احب كمان ان حضرتك توعدينا بالسيشن دي لو سمحتي اضافات عليها ان شاء الله. يعني ما ينفعش طبعا طبعا يعني اعضاء جامعه الاسكندريه وعضو تنفيذي وفعال في الجروب بتاع مركز الابتكارات. لا مش سامعه نيفين، صوتك قطع. ما ينفعش صوتك بيقطع يا نيفين. دكتوره ريم حافظ ومركز اديب والتعليم عن بعد يبقى ويانا وما نستفيدش منه بكل الخبرات اللي حضرتك انشاته المركز ده من اجل. لا ربنا يخليك. عشان كده انا بحيي من هنا من موقع، من ايه بيقولوها كده، من موقعي هذا دكتوره غاده الخياط والدكتور عصام الكردي والدكتوره غاده موسى عميده الكليه اللي هي دايما مرحبه، و
وكلاء الكلية دكتور هاني ودكتورة سحر، إن هما دايما بيشجعوا الطلاب عندنا دايما في الأنشطة المختلفة. جامعة اسكندرية النهاردة شرفت بحضرتك وشرفت بحضرتك، ربنا يخليكي والله، ميرسي جدا جدا. دكتورة غادة الخياط بشكرها على ان هي دعمها دايما لكل الجامعات مصر في الأنشطة المختلفة. النهاردة برجع تاني بقول احنا يعني وصلنا الحمد لله العدد، زدنا شوية وصلنا، طبعا انا مكسوفة على الخجل لان وينا زي الدكتورة يسرية وياها اعضاء الصفحة بتاعتها 50,000 عضو، فانا بقولها على استحياء احنا وصلنا 600 عضو، فطبعا ده حاجة بسيطة بس بيكو هنكبر ونوصل للطلبة ونوصل للأساتذة ونوصل للجامعات المختلفة، وهو ده هدف إنشاء الـ e-learning club 2020، وهدف إن حضراتكم تتعرفوا أكتر على tools، وبما إن إحنا طلابنا حابين يدخلوا بعمق شوية في linguistics وفي applied linguistics والtranslation، بقول لكم على مفاجأة جميلة إن إحنا هنبتدي ويانا هنا معانا حاليا دكتورة سماح نصر. انا بغشت الاعضاء الويانة ان هي دكتورة سماح نصر هتفتتح اول محاضرة في الترانسليشن، وهنعملها Arabic English and French، فيعني وهتبقى السيشن بالعربي، ومش هنقول لكم بقى، مش هنحرق اكتر من كده غير الاكل الجديد اللي هنضيفه للاي ليرنينج، وهنطرح على حضراتكم بعد اذنكم فورم كده بحيث الناس اللي عاوزة تتفاعل ويانا وتدي سيشنز لمدة 30 minutes، هنبتدي بقى ندي فرصة للطلبة مع الأساتذة عشان نتفاعل، وداخلين على رمضان فهنبقى محتاجين برضو اختيارات حضراتكم وتفضيلات حضراتكم، لأن احنا الهدف بتاعنا هو الوصول لحضراتكم وليس إعداء فقط محاضرات. فستاي سيف، ستاي ات هوم، وشكرا دكتورة ريم. انا ريم ممكن ادخل، يعني عايزه اقول مداخله لو سمحتي. دكتوره سلوى العقاد طبعا، أنا بشكر حضرتكم أولا طبعا، وإحنا فعلا بنستفيد جدا، بشكر حضرتكم جدا. حضرتك النهاردة وإحنا بنتكلم أشرت لأن في سيشن النهاردة الساعة 8، يعني ما شفناش على حضرتك أول حضرتك هتقفلي الزوم بتاعي، حضرتك هتدخلي على الصفحة هتلاقيها أن أنا أعلنتها وحضرتك موجودة على البيج. جميل جدا. الحاجه الثانيه اللي كنت عايزه اطلبها من حضرتك هو لو امكن ان احنا يعني، لان الميعاد بيبقى هو بيجي في ميعاد المغرب بيبقى يعني في ناس بتبقى صايمه عشان شعبان وكده، فلو امكن احنا نقدمها ساعه او ناخرها ساعه بحيث الناس هي كده وكده. السيشن الجايه فاضل لنا 2 سيشنز وهنختار ميعاد رمضان، فبما ان حضراتكم كلكم موجودين فتفضلوا الميعاد يبقى الصبح ولا بعد الظهر. هي اقتراحات كتيرة قالت ان احنا نبقى بعد الفطار، يعني على الساعة 9-10 نكون فطرنا وصلينا وكده، فزي ما حضراتكم حابين هنعمل فوت وحضرتك هتقولوا، وياريت تقولوا في الشات دلوقتي بحيث اقدر اخد اكتر عدد من الاصوات. مستشفى جدا جدا، واشرف ان انا اتعرف على حضرتك في اسكندريه في معهد الدراسات اللغويه والترجمه. اهلا، الشرف لينا يا دكتوره، وان شاء الله ربنا يجمعنا كده ونشوف حضرتك ونتقابل مع حضرتك باذن الله. انا بشكر تاني وتالت دكتوره ريم حافظ. على ايه؟ مفيش اي حاجه والله. انا مستنيه الاد مودو، وعلى فكره هغششكم حاجه، دكتوره ريم حافظ هتبقى ويانا برضو في سيشنز لان احنا اتفقنا هقول ايه هي، بس في ترجمه وهنعملها بالعربي، وهنعمل سيشن بالانجليزي، وهنعمل سيشن بالفرنساوي، لان 600 اكيد هيبقى عندنا الجمهور عربي وانجليزي وفرنساوي عشان نخدم الثلاث لغات، واللي عاوز الثلاث لغات في نفس الوقت فان شاء الله يشرفنا يوم 18/4. اهلا بيكم، فرصه سعيده جدا، وبعد اذنكم تسمحوا لي اقفل السيشن. شكرا جدا يا دكتوره نيفين، وميرسي لكل اللي موجودين، وانا اتشرفت الحقيقه، وان شاء الله اشوفكم دايما على خير. اهلا بيكي، اهلا بيكي، باي باي. باي باي.